مسابقة الفجر الرمضانية. سؤال الأسبوع الثالث قادم من سفر ليس من البر ولا من البحر ولا من الجو، يجلس على ركبتين ليس من حجر ولا طين، يشرب من جرتين ليستا من ماء ولا عسل، فمن يكون؟ أرسل الإجابة على الأرقام التالية من جوال 37660 وطني موبايل على رقم 64-36 لتربح أحد الجوائز التالية: 5 تذاكر إقامة في شرم الشيخ طابة أنطاليا عمان والعقبة مقدمة من اللفداوي للكراميكا والأدوات الصحية، شاشة LCD مقدمة من الغزاوي للأدوات والأجهزة الكهربائية، سيارة لمدة يوم من شركة المهند لتأجير السيارات، طقم كنب زاوية من مفروشات أبو صلاح، 500 شيكل كاش من شركة حازم الجلاد للألمنيوم، قاعة كاملة مكملة من قاعات سان موريس، فرن كهرباء ومايكروويف من فواز مول، 400 شيكل كاش من مكتب القاروط للتأمين، 400 شيكل كوبونات قيمة كل كوبون 100 شيكل تعبئة وقود من محطات القاروط للمحروقات.